يعني النهاردة يمكن درجات الحرارة بتقل شوية، لكن في تفاصيل كتيرة قوي هنعرفها دلوقتي مع مصطفى ونرجع له مرة تانية. نرجع لك مرة تانية يا مصطفى. شكرا لك يا بسان، شكرا لك يا محمد، واهلا بحضرتكم مرة تانية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة، رطب ليلا، حار أيضا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس النهاردة بصحبتنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيك أستاذ مصطفى، وأهلا بكل السادة المشاهدين. عرفينا على تفاصيل الطقس النهاردة، هل الموجة الحارة مستمرة لغاية إمتى، وهل في موجات أخرى يعني هتأتي بعدها، ولا ممكن نقول كده يعني وداعا لفصل الصيف؟ هو طبعا بالفعل بعد ذروة الارتفاعات اللي شفناها بالأمس في معظم محافظات الجمهورية والعظمى على القاهرة الكبرى بالأمس سجلت 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، صحيح، بسبب طبعا الكتل الهوائية الصحراوية اللي كانت بتأثر علينا. اليوم مصادر الكتل الهوائية تبدأ تختلف وتتحول لكتل هوائية شمالية معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ده هيكون مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. كمان في طبقات الجو العليا هيبدأ تدريجي يأثر علينا امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي ممكن تحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هيكون عندنا انخفاض في قيم درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 4 لـ6 درجات، لأن اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار نسجل 34 درجة مئوية. نسب الرطوبة هتكون لسه موجودة معانا في الجو لأن الكتل جاية من على البحر المتوسط لكن مش مرتفعة بالشكل الكبير، فبالتالي أجواء فترة النهار هتكون أجواء حارة في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. تبقى شديدة الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار، رغم أن أغلب المحافظات قيم درجات الحرارة عليها بتنخفض بشكل تدريجي. كمان في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، وهنحس بالانخفاض الملموس في قيمة درجة الحرارة الصغرى، وخاصة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر هتبقى الأجواء ما بين المائلة للحرارة للمعتدلة في معظم المحافظات. خاصة كمان لو أنا موجود في أماكن مفتوحة أو مدن جديدة هحس بانخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير، صحيح، لأن متوقع في فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح إن شاء الله في معظم المحافظات، سرعات الرياح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، ده بيقلل إحساس نسب رطوبة وبيساعد ان انا احس بانخفاض قيم درجات الحراره، صحيح. كمان طبعا الظاهره الجويه المؤثره معانا هي الشبوره المائيه في فتره الصباح الباكر، لازم ناخد بالنا من وجود الشبوره المائيه فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. لازم السادة قائد المركبات والمسافرين على طرق فترة الصباح الباكر ياخدوا بالهم، لكن هي أيضا بتختفي مع ارتفاع أشعة الشمس، يعني 7-8 صباحا الشبورة المائية تختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. بكرة إن شاء الله البداية الرسمية لفصل الخريف، وهيتزامن معها كمان مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة بإذن الله. يعني على مدار هذا الأسبوع كله قيم درجات الحرارة هتكون حول المعدل، واللي هتتراوح ما بين 32-33 عظمى على القاهرة الكبرى. هيكون كمان في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة من بكرة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، صحيح، أجواء هتكون أجواء خريفية بشكل كبير. شكرا لك دكتورة. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض قيم درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات هذا اليوم. زي ما قالت الدكتورة منار، القيم منخفضة في القاهرة، العظمى 34، الصغرى 24، العاصمة الإدارية كذلك نوعا ما، العظمى 35، الصغرى 24، الأسكندرية تنخفض درجات قليلا، العظمى 30 والصغرى 23، العلمين الجديدة 29-23 وهي أكثر درجات الحرارة انخفاضا في محافظات الجمهورية، مطروح 30-24، دمياط 32-24، بورسعيد 31-25، أما الإسماعيلية ف 34-23. إذا انتقلنا لمحافظة السويس هنلاقي العظمى فيها درجة الحرارة العظمى 33، الصغرى 23، العريش 31-22،
كاترين العظمى فيها 30، الصغرى فيها 16، طابة العظمى فيها 32، الصغرى فيها 24، حلايب 35، 29، أما شلاتين فدرجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، شرم الشيخ أيضا أخذها في الارتفاع 38 والصغرى 28، وكذلك القرطاقة بنفس المعدلات العظمى 38 والصغرى 28. محافظة الفيوم العظمى فيها بتسجل درجة الحرارة قيام بتتراوح ما بين 37 والصغرى 24، أما بني سويف فنفس القيام 37-23. الوادي الجديد من أكثر درجات الحرارة ارتفاعاً على مستوى الجمهورية، العظمى تسجل 42 الصغرى 27، أسيوط 39-24، سوهاج 41-26، قنا 43-27. الأقصر من أعلى درجات الحرارة على محافظات الجمهورية، العظمى تسجل فيها 43 والصغرى 27، أما أسوان فكذلك الأمر، العظمى 43 والصغرى تسجل 28.